باننا حنايا لسنا بوطنيين واننا نحاول خلق البلد في المغرب. يعني كنقول لهم بان خير دليل على الوطنيه ديالنا وتثبت بها هي الدفاع عن القضيه الثانيه بعد قضيه ديال الصحراء هذه يعني ما يزيد عن 5 اشهر، وكذلك يعني المشاركه في المسيره اللي ديال الاسبوع الفائت الاحتجاج على الصحه ديال بان كي مون، وكذلك الغاء المسيرات اللي كانت مقرره في البرنامج ديال التنسيق الوطني اساسي المتدربين، يعني بالقيام بمسيرات يعني في جميع المدن يوم الاحد الماضي. وحنايا منين حنايا نشوف بان الشعب المغربي كامل بانه خرج باش يحتاج على الصحه ديال بان كي مون، كذلك الغينا الشكل ومشينا حتى حنا يعني كندوا بهذه التصريح هذه ديال بان كي مون المعاديه للقضيه ديال الصحراء المغربيه. وحنايا كنقولوا بان هذه مجرد محاوله كما يقال سيطره الاساسي للمتدربين التي لم تفلح هذه 5 اشهر وما غاديش يفيقها الشعب المغربي، لان دائما حنايا كنكون يعني كنبينوا العكس مثلا باننا حنايا ممولين من الخارج باننا حنايا متوعين من جهات تحاول تخلق البلاء، الا ان يعني الواقع كيعكس كل شيء بشهاده يعني الجميع بشهاده جل المواطنين اللي كيفهم السياسه واللي ما كيفهمش تعرف بان الاساسيين المتدربين هم يعني على حق وهم المطالب ديالهم عادله ومشروعه، بل اللي كيخلق البلاء وكيحاول انه يوصل يعني الاجواء في المغرب هي الحكومه نفسها اللي كتحنس هذه 5 شهور استجابه للمطالب العادله ومشروعه ديال الاساسيين المتدربين. وخير مثل على ما وقع يعني ما وقع في القنيطرة هذه يومين اللي تعرض فيه الأساتذة الأفشاء أنواع ديال التنكيل لدرجة أن أستاذ سرقت عليه العصف وقرف ديالو، ومن بعد أستاذة كذلك اللي خرجات يعني التظاهرة ديال يوم الأحد المطالبة يعني اللي تنديب ساعة ديال بنك مون يوم الاثنين تعرضات للقمع والتنكيل يعني من طرف يعني القوى الأمنية. وانا يمكن تلوث هو ذلك انها كتبقى كتدافع عن القضيه ديال الاولى والثانيه ديال المغرب وكانت الحريه الوطنيه ديالنا وما كان حتى واحد يزيد علينا في هذه القضيه هذه. اولا كنكسر بزاف ديال الحوايج يعني كيبان هذاك مجرد يعني الضحك على الدخول كما يقال. العرض اللي احنا في الاول احنا خرجنا في المطالبه باسقاط المرسومين. العرض ديال ان تضرب بدفعتين هو يعني لم تجي كتشوف المسائل يعني الداخل ديالو فهو مجرد يعني المناوره. من وراء والضحك على الاساتذه المتدربين، يعني العرض النهار اللي كان جانا شي عرض يعني مسؤول واضح وشفنا فيه يعني غادي المخرج فحنا غادي نستجبوا له. وكذلك يعني مجموعه من العروض مثلا الحكومه كعروض اللي قدمتها المبادره لحل ازمه الاساتذه المتدربين، وكذلك النقابات اللي عرفت دائما يعني من قبل الحكومه. حنا بعدميين، حنا هذا ديال الحوار، وخير الجواب اننا وكرهما ان رئيس الحكومه نقل مقر ديال الحوار من رئاسه ديال الحكومه، حنا بلغنا له باننا حنا كنطلبوا بان يكون حوار جاد ومسؤول في مؤسسه ديال الدوله اللي يعني خرجنا الازمه اللي عمرت طويلا، يعني كنعدد عاد نزيدوا حنا في المزايدات، دابا خصنا الحلول. لاننا شفنا المزايدات والكلام الفاضي خصنا حلول العمليه والوضعيه الحاليه ديال المغرب ما كتسمحش باننا عاد غادي نبقاو نمشيو نزيدوا بعد على بعضياتنا بالكلام. شفتوا بين الحوار هو يعني هو المفر الوحيد للازمه وهو الحل الوحيد للازمه، ومن هنا يعني كنطالبوا يعني جميع المسؤولين في الدوله انهم يكونوا يعني على خد المسؤوليه وان باش انه يتحل هذا المشكل ديال الاساتذه المتدربين اللي عمر يعني طويلا وكنتمناو انه يتحل في اقرب الاوقات. هادشي انا ما كان اولا ماشي انا اللي كنقرر به، وثانيا يعني حنا بالنسبه ديالنا حنا هو ملف وطني لانه هو ملف ديال التعليم هو قضيه ثانيه بعد قضيه ديال الصحراء، وحنا كندافعوا عليه يعني من وجهه النظر ديالنا وكنحاولوا اننا نكونوا يعني كنحاربوا الفساد والريع اللي كيكتشف هذا التعليم اللي هو حتى هو قضيه ثانيه في المغرب، وكندافعوا على القضيه الاولى جيتنا عبر يعني اللي زارت عبر توعيه يعني الشعب المغربي بصحرائه وبالضروره الدفاع عليها.